نعم، لا يجوز الإمام أن يغش رعيته، وقد جاء في الحديث حسن الألباني وغيره من مات هو غاش لرعيته. طيب، فهذا الأمر محرم. الله تبارك وتعالى كما أنه يعني أعطى الراعي اللي هو ولي الأمر أو السلطان أو الملك، طيب، كما أن الله أعطاه يعني حق السمع والطاعة، وأنه لا يجوز الخروج عليه وجب السمع والطاعة له، طبعا كان مسلما، طيب، كذلك أمره أن يتقي الله في الرعية الذي استرعاهم الله إياه، فكما أن له حقوق عليه أيضا، كما أن له حقوقا عليه أيضا واجبات، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهم، ولا يجوز للسلطان يغش رعيته. نعم.